شوية عن اللي بيحصل في أندية الدوري المصري الممتاز. الأهلي أنا بطل أفريقيا للمرة التاسعة، كان عنده مشكلة مشاكل عالم أول، إنه مش عارف أحط النجمة التاسعة فين، مش لاقي لها مكان. لأقولها مكان، أنا مش لاقي مكان أحط النجمة، حطيتها خلاص، بقى عندي 9 نجمات تحت وفي 4 نجمات بتوع الدوري فوق. خلاص هظهر ليكم في الدوري في مباراة المقصة بالتيشيرت بتاعي الجديد. والنهارده اتعمل الفوتو سيشن، جلسه التصوير للاعبين والجهاز الفني بالتيشيرتات الجديده، ولكن ظهر اعتراض. الاعتراض ده كان من مستر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، قال لامير توفيق مدير التسويق والتعاقدات: مش عاجبني الخامه دي، مش عجباني. وراح بعد كده للعيبه قال لهم: ده رايي، هو انتوا عاجبكم الخامه دي؟ فاللعيبه ردت عليه بانه الخامه مش عجبانا، واحنا اشتكينا من السنه اللي فاتت، وعلى ما يبدو انه الخامه نفس خامه السنه اللي فاتت اللي اللعيبه اشتكت منها. فموسيماني قال انه لا مش عجباني، ولكن الصور نفسها هتلاقوها حلوه، الفوتو سيشن حلو، لكن الخامه ما لمسناهاش احنا. لكن هو قال النهارده للعيبه ولامير توفيق ان الخامه مش عجباني، فابلغ استياءه لامير توفيق على الخامه بتاعه التيشيرت، وقال لو ينفع يبقى في تغيير، وخصوصا انه كان في اعتراضات انه الاطقم بتاعه اللعيبه قليله السنه اللي فاتت، الترينجات يعني الترينجز، وانه ده مش عاجبنا فمحتاجين عدد اكبر. فكان في شويه ملاحظات النهارده، انما الصور اتاخدت، والفكره مش في شكل التيشيرت، لان الشكل ممكن يعجبك ممكن ما يعجبكش، ممكن يعجبك ممكن ما يعجبكيش، ممكن يعجبني ممكن ما يعجبكش، فالشكل فيه اذواق عادي. لكن الخامه اللي عليها اتفاق من جانب الجنوب افريقي ان هي مش عاجباه، لكن في النهايه مبروك للاهلي تيشيرت جديد، وفي انتظار الشياكه في الكره المصريه بشكل عام. بعد ما حضرتك شفت الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان يوصلك كل جديد بينزل على قناتنا قناة الاهلوية على اليوتيوب. بالنسبة للاهلوية اللي داخلين عن طريق الفيسبوك وبيلاقوا مشكلة في تسجيل الدخول لليوتيوب، الامر بسيط جدا، هتلاقي 3 نقط جنب بعض، هتدوس عليهم هتطلع لحضرتك القائمة اللي قدامك، هتدوس على فتح في اليوتيوب، وبعدها هتقدر تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات. بشكركم مرة واثنين وثلاثة وعشرة، كان معاكم اخوكم هاني الشراوي، والسلام عليكم.